تنتظر فتيات رماية بطولة سمو أمير البلاد المفدى بفارغ الصبر لتحقيق اللقب الأغلى، وشاركنا في منافسات الشوز البندقية والمسدس والقوس. نتابع. المنافسة كانت ضد ميثا وغادة وبشاير، وبيني وبين غادة يمكن 5 أطباق أو 6 شي، بس الحمد لله أخذت المركز الأول وميدالية ذهبية. البطولة يعني الحلو فيها أن في يعني احتكاك خارجي، في يعني راميات من برا جايبينهم لنا الاتحاد، ويعني بالنسبة لي حلوة البطولة.